كنان، احس ان برد الدوام باكر. ليش حبيبتي؟ انت وضعك ما يسمح. ليش ما يسمح؟ قاعد انت قاعد تشتغل ما فيك شيء؟ اسف، انا قاعد اشتغل بالبيت. قدامك تحت عينك. انا مستحيل اخليك تروحين العياده وما ادري شنو يصير فيك هناك. كنان ولي يسلمك، الله يخليك. قعدت بالبيت زياده ترى بين واستخف. بس انت عارفه ان انا ما اقدر افرض عليك شيء ولا اضغط عليك، صح؟ بس انا قرارك هذا مو عاجبني كلش. انا اقول يسلمك افهم. انت اللي الله يخليك فهميني. والله العظيم انا ما اقدر اتخيل انك تروحين العياده هناك وتداومين وانا ما ادري عنك. ما ادري ايش تحسين فيه، ما ادري ايش تفكرين فيه. على الاقل بالبيت معاي قدام عيني ادري ايش قاعد يصير فيك. لا تحاتي، انا كل شيء بقول لك اول باول. شيء يصير معاي راح اقول لك اياه على طول، لا تفكر. تفكري عدل. فكرت والله العظيم فكرت. انت فهمني الله يخليك، خلني اروح. اللي تشوفينه ما تعودت اردك. كنان، انا ما كان ودي كل هذا يصير، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أعترض، الله يعاقبني أكثر. ما ودني أنت بعد يصير فيك شيء. هذا مو عقاب، هذا ابتلاء. أكو فرق بينهم؟ الاثنين جرح وحزن وهم بالقلب.